قد إيشات مارا إيشام شيحا كارزوس تلوقا شو حالم شيحا مارا آمين إشلاوية. وقال لهم يسوع أيضا رجل كان له ابنان فقال له ابنه الأصغر يا أبتي أعطني النصيب الذي يصيبني من بيتك فقسم لهما ماله. وبعد أيام قليلة جمع ابنه الأصغر كل شيء أصابه وسافر إلى كورة بعيدة وهناك بذر ماله عائشا في الإسراف. فلما أنفق كل شيء له حدثت مجاعة عظيمة في تلك الكورة فأخذ في العوز فذهب وانضوى إلى واحد من أهل مدينة في تلك الكورة فأرسله ذلك إلى الحقل ليرعى الخنازير. وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله ولا يعطيه أحد. ولما رجع إلى نفسه قال كم الآن في بيت أبي من أجراء يفضل عنهم الخبز وأنا ها هنا أهلك جوعا. أقوم وأمضي إلى أبي وأقول له يا أبتي قد خطئت في السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا فاجعلني كأحد أجرائك. فقام وجاء إلى أبيه وفيما هو بعيد رآه أبوه فتحنن عليه وأسرع وألقى بنفسه على عنقه وقبله. فقال له ابنه يا أبتي قد خطئت في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. فقال أبو لعبيدي أخرج الحلة الأولى والبسوا واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وآتوا بالثور المعلوب واذبحوا فنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وضالا فوجد. فشرعوا يفرحون والمجد لله دائما. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم أخوة أخوات المشاهدين المستمعين الكرام. اليوم الأحد الثاني من زمن الصيف أو زمن التوبة مثل ما قلنا الأحد الماضي. هذا الأحد إنجيل لوقا ينطينا في نصه ثلاث أمثال: الدرهم الضائع، النعجة الضائعة أو الخروف الضال، والابن الضال. أنا في ملخص كلامي لهذا اليوم سوف أتطرق إلى المثل الثالث الابن الضال، كثير مهم. قبل ما أبدي بالشرح العادي أو الطبيعي لكل الشروحات التي تأتي بخصوص الابن الضال سوف أقدم لكم اليوم عن لوحة الابن الضال، أيقونة الابن الضال الرسام رامبرانت هيرمان زوزن فان راين اللي رسمها في القرن السابع عشر 1606 وتوفي 1669. إذا لاحظ من خلال هذه الصورة الرائعة الجميلة التي قدمها أن أيقونة تتحدث إلينا، حضور الله في هذه الأيقونة. نرى أولا الأب والابن والابن الآخر. الأب يبدو عليه الأب شيخ عجوز، عيناه توحيان بينهما شبه أعمى، أنه رمز الله منذ الأزل وإلى الأبد. لا يهمه أن ينظر إلى أخطائنا بقدر ما يهمه النظر إلى توبتنا. فهذا الرسام لا يريد أن يدين الإنسان من خلال الله الذي أوحى لهذا الرسام، فنقول إله هذا الرسام، لا يريد أن يدين الإنسان بل أن يخلصه، وهو لا ينظر إلى عيوبنا بل إلى حسناتنا. يلبس الأب معطف أحمر علامة على الوجاهة وحرارة المحبة التي في الله، ويضم ابنه
ما عانقه من خلال الكتف بالكتف، يعني نعانق الشخص من وجه لوجه وصدر بصدر، لا، عانقه في أحشائه، مركز المشاعر والأحاسيس. لا يعانقه على مستوى الصدر أو الرأس كما في لوحات أخرى، بل على مستوى الأحشاء، مكان الرحم أو ولادة جديدة عند المرأة. فإله هذا الرسام هو إله رحمة، وتوبة الخاطئ هي ولادة لحياة جديدة. اليدان، الأب ترمز إلى يدان، مثل ما قلنا رأس الابن موضوع على بطن الرجل أو الرحم أو الأحشاء، ليس مبالغة. فإله رامبرت يجمع في شخصه أجمل ما في الرجل والمرأة. إذا تركزون على صورة اليدين تختلف واحدة عن أخرى، وقد عبر عن ذلك باليدين، اليد اليسرى خشنة واليد اليمنى ناعمة. اليسرى تقبض على الكتف واليمنى تربت على الظهر. اليسرى يد رجل واليمنى يد امرأة، شد ولين، حزم رأفة، ثبات حنان. ففي نظر هذا الرسام خلق الله الإنسان على صورته، رجل وامرأة خلقهما، ولذلك فإن الله رجولة وأنوثة بأسمى ما في هاتين الكلمتين من معاني. نأتي إلى الابن الضال، يلبس الابن الضال أثمالا وينتعل حذاء محتريا مشقوق، يعبران عن حالة البؤس التي عاشها بعيدا عن أبيه. يبدو رأسه أجرب حليق مثل السجناء، وهو ينام على أحشاء أبيه البطن. إنه يجسد بهذه الطريقة طريقة رائعة مقولة القديس أغسطينوس: خلقتنا لك يا رب، وقلبنا لن يرتاح إلا فيك. وعلى الرغم من الشقاء تبدو على الابن الراحة. لماذا؟ ففي حضن الله الآن لا عذاب ولا ألم ولا تنهد، بل حياة وفرح. حذاء الابن الضال يعبر عن أنه سار مسافة طويلة ليعود إلى حضن الآب، مسيرة شاقة. فالحذاء مهتري، حذاء بائس بسبب الخطيئة، لكنه يحمل على جنبه الأيمن خنجرا شارة النبلاء، لأنه في بيت الملك خرج، كان مثل أمير وعاش مثل بائس. أنه ابن نبيل. ففي نظر هذا الرسام رامبرانت، مهما بلغ شر الإنسان يظل فيه كرامة ينبغي احترامها حتى وأن هدرها هو. فهذه الكرامة هي من الله، مهما فعل الإنسان يظل الابن ابن الله. ففي قصة يسوع تذكر الابن أنه ابن الآب، ابن نبيل. تذكر كرامته التي نالها بالبنوة وفقدها بالابتعاد، فقرر العودة تائبا. هذا من خلال أو من اللوحة الرسم الابن الأصغر. الابن الأكبر يمثل الابن الأكبر في نظر الرسام رامبرانت الشخص المتدين الذي يميل إلى إدانة الخاطئ ومعاقبته بدل رحمته ومسامحته. هذا ما يفعله الكتبة والفريسيين. فالابن الأكبر يقف موقف الديان، الكتبة والفريسيين. الحرف يقتل. الابن الأكبر يقف على مسافة من المشهد، فإنه لا يريد المشاركة بفعل هذا الرحمة. إنه على حافة النور الذي يحيط الآب والابن الأصغر، مع ذلك مسه النور. يلبس ثيابا فاخرة ونظرته تشير رفضه مجارات أبيه في غفرانه، فيبقى متفرجا ويضم يديه على أحشائه، كأنه يريد أن يمنع الرحمة والشفقة عن التدفق منه لأخيه، مع ذلك يحافظ على احترامه لأبيه. يقول هنري نيومان أشهر معلق روح على هذه اللوحة: لا يهم أن تكون الابن الأصغر أو الابن الأكبر، المهم
أن تتمتع بنظرة الآب وتعرف ما الذي أنت مدعو إلى فعله. إله هذا الرسام إله رحمن الرحيم، لا إله إدانة وعقاب، إله لا يدعون إلى نيل رحمته وحسب، بل إلى أن نرحم نحن أيضا. لذلك يعلن المسيح هنيئا للرحماء فأنهم يرحمون. فإذا الشكل، إذا نلاحظ على الصورة نراها تقريبا الابن الأصغر مع أبيه مثل شكل بيضوي، كأنه ديولة من جدة وجديد، الخلق الجديد. فهذا هو الإنسان لما يتوب عن خطائه كأنه يولد من جديد، فولادة جديدة. هذا ما تعنيه لوحة هذا الرسام وما ترمز إليه الشخصيات المتواجدة في هذه اللوحة. نأتي إلى موضوع نص الإنجيل لهذا الأحد، إنجيل لوقا الفصل 15، الذي يتكلم عن ثلاثة أمثال مثل ما قلنا: الدرهم الضائع، الخروف الضال، الابن الضال. ومثل ما قلت أنه سوف أبدأ من خلال نصنا للابن الضال. نرى الابن الضال خطوات سقوطه. أولا ما نراها في خطوات سقوطه، ضجر أو انزعج من الحياة العائلية مع أبيه، كأنه ضلال فكري في عقله. فكانت أول كلمة قالها وسجلها لنا الإنجيلي: أعطني ما يصيبني من مالك. لم يفكر في انزعاج أبيه إن هجره، ولا اهتم بأن يعرف إرادة أبيه، بل انحصر كل فكره في أن الحياة في بيت أبيه هي مصدر الانزعاج له. ضجر، ضيق، هذا ما يعيشه هذا الابن الأصغر. اليوم في حياتنا الواقعية نراه في العصر الحالي من تصرف الأبناء تجاه الآباء، من عدم الاحترام، عدم التقدير على الجهود التي يبذلونها الآباء من أجل سعادة أولادهم، بالرغم من أخطائهم وعدم أهليتهم لكي يبقوا في المركز الأهم لهم، متغاضين عن الأب والأم. فكرة السفر، الهجرة الغير منظمة، الضياع في بلدان الاختراب. ولكن علينا أن نفكر عندما نذهب إلى مكان ما، ما هو هدفنا؟ ما هو غايتنا في الحياة؟ هل نأخذ الأشياء السلبية من البلد التي هاجرنا إليها، أم نأخذ الإيجابيات ونقول أن هذا البلد مليء بالسلبيات؟ لا، كل إنسان يقتني ما يشتهي. الإنسان إذا الإنسان صالح يفتش عن الصالحات، ولكن إذا كان الإنسان سيء أكيد سوف يفتش عن السيئات. وإذا كان قد عاش في بلده الأصلي في انعدام وحرمان وضيق وممنوع وممنوع، ويأتي إلى هنا فكل ممنوع هو مرغوب، ولكن عليه أن يدرس الموضوع بجدية وبعقلانية، وأن لا يقول البلد التي هاجر إليها بلد الفساد. الفساد هو من الإنسان وليس من البلد، فكل بلد فيه الإيجابي والسلبي، الجيد والغير جيد والسيء، فأنت ماذا تختار؟ فهذا هو واقعنا اليوم اللي إحنا نعيشه. من احترام الآباء فقد مصداقيته، فقد روحية الآباء التي أرادها الله لنا وأطلقها في إحدى وصايا: أكرم أباك وأمك. هذا ما يطلبه من عندنا الإله المتجسد بيسوع المسيح. فكان هذا الابن الضال ضلالته في الأنانية، أنا وبس، ما يفكر بالآخرين، وذهب إلى كورة بعيدة، إلى بلد بعيد، وكل اتجاهه الفكري سلبي أساس تصرفه المنحرف. تنكر لمكانته الطبيعية وبيته وماضيه وأبيه ونفسه وإيمانه وكل شيء،
وأراد أن يبتعد عن هذا البيت بقدر ما يستطيع، لأنه ظن أن هذا يحرره ويجعله شخصا آخر سعيدا بكل حياته. ولكن عندما يقترب الإنسان عن بيت أبيه وعن نفسه، يجب أن تكون يفقد الأمان. الإنسان اللي يبتعد عن الله، اللي يبتعد عن البيت الأبوي، يفقد الإيمان، يفقد الأمان كليا، يبقى كأنه في صحراء بين وحوش. لأن الله خلقنا بهدف معين، فإذا لم نحقق هذا الهدف ضاع منا معنى الحياة. ظن أنه يقدر أن يستقل عن أبيه، رسم الفكر الخاطئ للابن الأصغر أوهاما زائفة، منها أنه يقدر أن يعيش سعيدا عن بيت أبيه لمن يكون بعيد، فطلب نصيبه من الميراث بدون أن يكون له الحق في طلبه، لأن أباه ما زال حيا. وكان خطأه أنه اعتبر الأب مصدر للماديات التي يريدها، يأخذ منه ولم يعتبره شخصا ينتمي إليه ويحبه. وكان يمكن الأب أن يرفض طلبه، طلب الابن، ويخيره بين البقاء في البيت أو الخروج خالي اليدين. كان الأب يستطيع أن يعمل هذا الشيء، لكن مثل ما شرحنا في المقدمة، الأب إله محبة، أراد أن يعلمه درس مكلف بس أساسي. الدروس التي نتعلمها بدون ثمن سرعان ما تنسى، أما الدروس التي تكلفنا كثيرا فتبقى في أعماقنا. وأراد الأب لابن أن يتعلم بالطريق الصعب، ثم أنه لو أجبره على البقاء لحرمه من إنسانيته، كأنه رح يصير عبد. ولكانت نتيجة الإجبار تأجيل انفجار ثورة الابن. لهذا منح الأب الحكيم ابنه حرية الاختيار. ومن الغريب أن الخاطئ اليوم يحيا بكل ما يمنحه الله له من خيرات، وفي وقت الحاجة يدعوه أبانا الذي في السماوات، بس وقت الحاجة خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، لأنه يعلم أنه به نحيا ونتحرك ونوجد، ويعرف قول المسيح بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، ولكنه يريد أن يستقل عنه ويردد قول فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله لا أعرف الرب. سفر الخروج. استخدم مال أبيه استخداما سيئا بحسب الشريعة الموسوية. كان للولد سلطان كامل على ممتلكاته، فكانت يمكن أن يسند إرادته لأولاده، لكنه لم يكن يملكها كلهم. بطل قصتنا كان حكيم الأب، أعطى الابن نصيبه من المال وترك له حرية التصرف بهذا المال، وسمح له بالبقاء في بيته لفترة وجيزة إلى أن استقر هذا الابن وباع كل ما يملك له خاصا، وحمل مال أبيه الذي اعتبره ماله، وسافر إلى بلد بعيد، فتجمع حوله أصدقاء السوء وأخذوا يتملقونه ويسهلون له طرق الغواية، فبذر ماله بإسراف حتى انتهى. انتهاء المال انتهاء الأصدقاء، لم يجد إلا واحدا منهم سمح له أن يرعى خنازير، وهو يهودي يرعى خنازير، وواضح أنه غير متدين، لأنه كان يخالف شريعة موسى التي أمرت بعدم أكل الخنازير. سفر اللاويين. وصل إلى نهاية سيئة، نهاية الاختراب عن الله، خراب دمار. وهذا ما انتهى إليه الابن الأصغر أو ابن الضال أو ابن الشاطر. الشاطر معناه الذي شطر العائلة، قسمها.
في نهاية المطاف أخذ ما يتأمل ما وصل إليه أنه وحيد رث الثياب جائع تفوح منه رائحة الخنازير، وبعد وقت اكتشف أن الخنازير كانت أفضل منه لأنها كانت تأكل الخرنوب الذي لا يجده هو ليأكله. انتقل من الغنى إلى الفقر، من الكرامة إلى الهوان، من نال الشوك في قدميه، ضاعت منه صورة أبيه وشعر بالخجل من نفسه، لكن المؤسف أنه تمادى في الطريق الخاطئ ولم يفكر في تصحيح مساره. إخوتي أخوات المشاهدين المستمعين الكرام، لم تنتهي قصتنا لهذا اليوم، إن شاء الله يوم الأحد سوف نكون بشرح وافي وموجز لهذا النص ونكمل ما بدأنا به. ولكن رسالتي إلى الأبناء، فكروا قليلا بآبائكم، فكروا بالجهد الذي يبذلونه لأجل إسعادكم. هذه هي حياتنا اليوم، حتى نحن ككهنة علينا نفكر بالمسؤولين بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشونها القادة الروحيين، نصلي من أجلهم، ألا نفكر فقط في مصلحتنا في أنانيتنا. أنتم أيضا أيها الأبناء فكروا في البيت العائلي، كيف تبنون هذا البيت. صلاتي اليوم من أجل جميع الأبناء أن يعودوا إلى الطريق الصحيح لمعرفة الله الآب الرحمن الرحيم، هو فقط يدعونا إلى هذه المحبة، لأن الله محبة. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة الروح القدس تكون معكم جميعا إخوتي أخوات المباركين. آمين. الأب اندراوس كورغيس توما من كنيسة مار بولس جراند لاين. أخذ المال وراح بعيد، سافر عم يصرف ماله، بالغربة عايش وحيد، عايش الغربة بتحلاله. أخذ المال وراح بعيد، سافر عم يصرف ماله، وحيد عايش الغربة بتحلاله. برد وجاع يا حرام، تعب وضاع يا حرام، برد وجاع يا حرام، تعب وضاع يا حرام. رجع الحال وقال مشيت، بيت ركض وبيت نسيت، بقول له بيت سامحني، كان بحبك أنا خطيت. رجع الحال وقال مشيت، بيت ركض وبيت نسيت، سامحني كان بحبك أنا خطيت. الله البين حبي كتير،